باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فهناك جسد واحد وروح واحد، كما أنكم دعيتم دعوة رجاؤها واحد، فهناك رب واحد وإيمان واحد ومعبودية واحدة وإله واحد أب لجميع الخلق وفوقهم جميعا يعمل فيهم جميعا وهو فيهم جميعا. أيها الأحباء، رسالة اليوم المأخوذة من رسالة القديس بولس إلى أهل إفسس، نستطيع أن نقول إن هذه الرسالة هي أساس دعوة سيدة العذراء سيدة الصوفانية، وهي دعوة إلى وحدة جميع المسيحيين، وهي أهم تعاليم سيدنا يسوع المسيح. أساس الديانة المسيحية أيها الإخوة، كما تعلمون أساس الديانة المسيحية هو المحبة، المحبة الأخوية وأيضا محبة الأعداء. لكن قبل أن نتكلم عن محبة الأعداء، تعالوا لنتكلم عن المحبة الأخوية. أين نحن والمحبة الأخوية؟ لما كانت ميرنا موجودة بالصيف الماضي هون بمونتريال، صار لنا الحظ اللي حظ شخصياً أنه أشوفها مرتين، مرة وقت كانت موجودة ببوادو بولون، مرة وقت أجد عنا لهون بالكنيسة. وميرنا بتذكر كتير منيح الكلام اللي قالته، أكثر شيء أثر بكلامها وقالت أثر فيه شخصياً، وقالت لا تجوا لعندي حتى تشوفوا عجائب، أنا ما جيت لهون حتى أعملكم عجائب، أنا جيت لأذكركم أولاً وأخيراً الأشياء اللي نحن كمسيحيين نعرفها بس نسيانينا، أو نعمل حالنا نسيانينا. وهدول عم نحكي عن المحبة الأخوية وعن المحبة المسيحية وعن الوحدة المسيحية. واللي عجائب اللي صارت خلال زيارة ميرنا بموريال واللي بعدها عم بتصير بغير محلات، كل هاي ما هي إلا دلالة إثبات على كلام ميرنا إنه كلامها كلام جاي، رسالة آتية من قبل الله، لأنه كل الكلام اللي قالته الكنيسة عم بتردده منذ سنوات، بس كثيرين ما عم بسمعوه. المسيح هو بالذات قاله وموجود بالإنجيل واليوم قريناه عدة مرات، بس كمان ما حدا بسمع. والمسيح بقدرته ومحبته لنا استعمل هالقرن الموجودين فيه أيضا شخص منا وفينا، شخص ميرنا، حتى تجي لتذكرنا كمان مرة أنه أساس الديانة المسيحية هو وبدأ يبقى لنا المحبة الأخوية. رسالة ميرنا أيها الأحباء هي رسالة مسيحية 100%، لا فيها أي تزوير ولا شيء آخر. ما حدا بيقدر يقول اليوم أنه ميرنا أجت لتضحك علينا، أجت لتكذب علينا. سمعت أنا أنه بعض الأشخاص اللي أجوا ليشوفوا ميرنا على أمل وبحجة أنه يشوفوا إعجوبة، في بعض منهم رجعوا خايبين. لشو؟ لشو رجعوا خايبين؟ أساس رسالة ميرنا هي رسالة الدعوة إلى المحبة وإلى وحدة المسيحيين. إذا خلال هالدعوة وخلال هالرسالة الموجهة إلى كل المؤمنين والمؤمنات في مونتريال، إذا خلال هالدعوة والرسالة ربنا راد إنه يعمل إعجوبة، إن كان بالزيت اللي نزل من الصور ولا كنت موجود وصار نزلوا بالزيت وهون عندنا بكنيستنا،
ولا كان هنا عجلين؟ هيدا احسن واحسن، هيدا اثبات اخر. ولكن مثل ما اولا بيبقى ايماننا بسيده الصوفانيه ايمان كل مسيحي نحو والدته السماويه. يعني ايمان واقف على المحبه، واقف على كيف بدنا نقول، على الثقه التامه، الثقه اللي ميرنا عندها اياها. الثقه انه مريم العذراء هي ابنة السماويه بتحبنا وبتريد خيرنا وبتريد تذكرنا الاشياء اللي نحن نعرفها بس مثل ما قلت. لذلك اليوم ايها الاحباء اكثر من غير مره، اليوم رساله الصوفانيه، رساله العذراء الصوفانيه رساله ملحه ملحه ومهمه جدا. ما بتقدروا تفكروا انه صار حوالي 30 سنه الكنيسه عم تدعو الى الصلوات لوحده المسيحيه. مثل ما بتعرفوا في عندنا بين 18 و25 كانون الثاني كل السنه اسبوع خاص للصلاه من اجل دعوه وحده المسيحيه. هذا كثير كويس، بس دعوه المسيحيين ايها الاحباء ما بتصير خلال اسبوع ولا اسبوعين ولا شهر ولا شهرين. لدرجة أنه العذراء اللي ظهرت لميرنا قالت لها متى جاي رح أظهر؟ وقت رح يكون وحدة الكنائس المسيحية، أو عشان ما أعرف وقت رح يعيد المسيحيين مع بعضهم عيد الفصح. هيدا كلام برأيي أنا كلام ثقيل، كلام بدل من طرف العذراء أنه قديه نحن كمسيحيين بعدنا متخلفين، بعدنا قاعدين عم نتجادل على مين أصبر ومين أحق ومين أول ومين تاني، مين لازم يغير مين ما لازم يغير. هيدا كله أشياء سنوية. والشيء المضحك والمؤسف اللي بيخلي غير الناس يقولوا عنا نحن المسيحيين، هدول المسيحيين شو بيحبوا ربهم بيخلق ثلاث أربع مرات وبيقتلوه مرتين ثلاثة. يعني شيء مضحك، شيء مضحك ومؤسف بذات الوقت. وقت المسيح اخذ دعوة له، لأنه الكلام اللي سمعناه كان الكلام اللي قاله بعد العشاء السري بعد ما أسس المناولة، اخذ دعوة له كانت دعوة للمحبة للوحدة المسيحية. واليوم مثل ما بقول القديس بولس، لو أجى المسيح من جديد على الأرض لكان شاف شيء إيمان ولا شاف بس مظاهر إيمان وتحت ما في شيء. لذلك أيها الأحباء حتى أختم كلامي اليوم، بدأت فكرتين أساسيتين برأيي الشخصي أنا بتساعد على تحقيق رسالة سيدة الصوفانية ورسالة اللي مشانها ميرنا والأشخاص اللي حول ميرنا من كهنة وعلمانيين بلبنان وهون وكل محل عم يشتغل. أولا على بخصوص الوحدة، نحن كأشخاص شو نقدر نعمل الوحدة؟ بس أذكركم أنه الكنيسة ما هي البناء اللي نحن موجودين فيه، هذا بناء خارجي. الكنيسة بتأسس من أعضاء كل الأشخاص اللي بيؤمنوا المسيح، ولو إذا تابعين لطقوس مختلفة أو لانقسامات داخلية، هذا كله ثانوي. المهم هو أنه بيؤمنوا المسيح. بس هذا الإيمان هون المشكلة، نحن ما بنشوفه بالحياة اليومية، ما بتطبق بالحياة اليومية. كيف بدنا نحن نحكي بتوحيد الكنائس إذا نحن كمسيحيين منا موحدين بين بعضنا، بين بيوتنا، مشاكل بين الأهل والأولاد، بين الأولاد بين بعضهم، بين الأولاد وقرايبينهم، هالمشاكل كلها هي إذا ما انحلت ما بتصير وحدة مسيحيين. ما تفكروا إنه وحدة مسيحيين بتصير إذا اليوم بترك فلان وبترك فلان، سيدنا البابا أجا قال يلا بدنا نعمل وحدة مسيحيين، لا. وحدة مسيحيين بتبدأ من تحت. كل شيء بيبدأ من تحت ويطلع لفوق، ما في شيء بيجي من فوق. بعملكم شفتوا شيء تجديد بلش من الرؤوس؟ انا بعملي ما شفت. كل شيء بده من الشعب، والشعب لازم يعطي المثل، والشعب يعطي المثل. واولا مو بس بيصلي من اجل وحده المسيحيين، بس كمان وقت يكون موقفه من غير المسيحيين اللي ما بتبعوا طائفته يكون موقف الحقيقي، موقف مسيحي، موقف بيساعد لوحده المسيحيين. لا، ما لازم يكون ابدا تقاسيم وجدلات بين انت من فلان طائفه وانا من فلان طائفه، وقت نحن كلياتنا تابعين للمسيح، المسيح ما له
مشان نتياتا، ما مات مشان طائفة فلان وطائفة فلان. المسيح مات مشان كل، نحن هون موجودين عم نصلي لأنه بنآمن أنه المسيح مات مشان. نحن اليوم جايين هون نصلي نطلب المسيح ومسيدة الصوفانية أنه تساعدنا حتى نحقق حلم المسيح، حلم وحدة المسيحيين. هيدا على ما بيخصنا نحن شخصيا. هلا شو نقدر نعمل مشان الكنائس؟ قالوا شو نقدر نعمل؟ بدنا نصلي، بدنا نصلي حتى ربنا يلهم رؤسائنا المسيحيين، الكبار البوس الموجودين، حتى شوي يتركوا مشاكلهم الشخصيه، يتركوا الحسابات الموجوده، حسابات قديمه من 500 ومن 1000 سنه، يتركوها على جنب ويفكروا انه نحن كمسيحيين في العالم ما راح نكون مسيحيين حقا اذا ما طبقنا كلام المسيح. كلام المسيح هو راعي واحد لخلاف لكل الخلاف الموجودين. بعد اليوم واجبنا كمسيحيين اولا نطبق المحبه روح الوحده بحياتنا اليوميه، وثانيا نصلي حتى الله يعطي لرؤسائنا الحكمه والالهام حتى يشتغلوا مع بعض، ينسوا مشاكلهم الشخصية، حتى يقدر المسيح بواسطة روح القدس يتدخل ويساعدنا حتى يوما ما وإن شاء الله قريبا بإذن الله تصير هالوحدة المسيحية. وعلى أساس بدعوكم إنه كلياتنا هلا نعمل قانوننا الإيماني، نطلب من الله إنه يقوي إيماننا ويساعدنا لتحقيق هالحلم اللي نأمل إنه يكون قريبا حقيقة لكلياتنا. آمين.